بالنسبة للمدح والسماع، الزاوية هي اللي كتطور الواحد، هي اللي كتعلمك كتجربة. كنشوف الناس اللي كيعتمدوا هكا دخل فردي بوحديتو، ما كنظنش يقدر يكون كافي. فالغناء انا ما كنظنش يعني شنو بعيد عليه، ما نقدرش نغني، مع العلم انه مثلا في المسابقات الانشاد اللي كاينين في الدول الاخرى بحال الامارات ديال منشد الشارقه، شكون اللي كيتفوق فيها؟ العدد المغاربه الفائزين في مسابقه منشد الشارقه هو اكثر عدد المسابقين اللي فازوا بها. ماشي واجب عليه، يقدر يشوف يمشي في حاله، ولكن هو كيدعي معاك وكيكتب لك وكيحسبك بحال شي واحد قريب ليه. هذه واحد الحاجه اللي كنفرح ملي كنشوف فنان سامي يوسف، يعني كنشوف طبيعة الحال كيفاش كيحيي ديك الحفلات والتفاعل الجمهور. كنقول ان شاء الله يا ربي رزقنا حتى حنايا نعملوا شي نهار شي حاجه ديالنا ويكون ديك التفاعل حتى هو كاين. كنتمنى ان شاء الله شي نهار تاينا نكون من ضمن المنشدين اللي كيكونوا جالسين في قصر الملكي وكيحيوا الذكرى ديال مولاي النبوي الشريف، الذكرى ديال الحسن الثاني رحمه الله. كنتمنى انه يا ربي خلينا غير في القبول مع الناس، هذا هو الطوب ديالي. بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله. معكم محمد المهدي التهدوه من مدينه طنجة، طالب ماستر في تخصص المهن القانونيه والقضائيه، ومنشد في ميدان المديح والسمع. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. لما بدا منك القبول، لما بدا منك القبول، أخرجت من سجن الأسى. وزج بي عين الوصول، وزج بي عين الوصول، فصرت بك مؤنسا. البداية في مديح السمع كانت بطبيعة الحال مع الوالدين في الدار، يعني الوالد هو أول واحد اللي اكتشف الموهبة هذه. وبالنسبة يعني أول مشاركة رسمية كانت مشاركة رسمية في 2011، كان يعني باقي في عمري 10 سنين. شاركنا في واحد المهرجان ديال تطوان، كان الفنان سعد التمساماني هو اللي استدعاني ليلو. من تما بدات مرحلة ديال يعني في مشوار ديال مديح السامع. موراها جاو مهرجانات اخرين، يعني سنة 2012 في ازايلا، وهنايا في طنجة يعني في مولاي قصر مولاي حفيظ، قصر بلدية، يعني مشاركات محلية فقط. واش غنقول لك اخي، هو الاحساس كيكون واحد التوتر، واحد كتكون فهمتي فيك واحد التبوريشة ماشي عادية، فهمت؟ ولكن مجرد انك كتبدا ديك الصولو اللي كان عندك ولا ديك الفردي اللي كان عندك، كتخرج ديك الشيء اللي الداخل ديالك كامل فيه، فهمت؟ ولكن التوتر ما عليتش عيني مره انا خايف في ديك المهرجانات. الوالد ديالي اصلا يعني هو في الميدان يعني شحال هادي، فمن اللي خلق جبرت انا اصلا يعني حنا عايشين في هاد الاجواء هادي. دائما الاناشيد، دائما مهتم بالمديح والسماع، التراث، المديح والسماع يمكن نعتبره واحد جزء لا يتجزأ مني. يعني الا كنت طالعي في الدروج الهواء هاد الجبرني كنقول مديح السماع، فهمت؟ يعني واحد الحاجه اللي رجعت مني وفيا، ما نقدرش انني ندوز شي نهار بلا ما نتنط شي حاجه، بلا ما نغني شي حاجه. رجع يعني كمحمد المهدي جزء منه فهم مديح السامع. بدا منك القبول، لما بدا منك القبول، أخرجت من سجن الأسى. اش غنقول لك اخي، والله ما كان في النوايا، ما كانش في النوايا مره. دابا حنايا انا اصلا كنت ماشي بزاف باش بديت، في باقي ما كملاش عام كنت كنزل يعني فيديوهات عاديين هايدا ولا في ستوري، ما كنتش كنخمم انني غنزل شي ريل ولا شي حاجه. المهم كنا طالعين في مدينه قديمه، طلع ما بين ما في باليش مره غادي نصور شي فيديو، ما باليش اصلا غنغني لما بدا منك قابل. طلعنا من ديك الزنقه ديال اللي صورتيها، بانت لي زنقه مزيونه هايدا، فهمتي؟ واعره. وقفنا فيها انا والدراري، كنا ثلاثة صحابي بتابين، وقفنا قلنا نجي نعمل شي فيديو هنا. قال لك صافي صوروني فيديو الاولاني، جا فيه الصوت مهم مزيان، الحمد لله ما عملت شي خطا ولا شيء، لكن التصوير جا اش نقول لك، هو الصوت جا مزيان.
مورها قلت ماشي نعاودو، جاتني داك الفكره نهبط هذيك من الشجره، هذيك من الشجره هايدا نهبط على الزنقه، وانا هود مع الدروج وكنغني. الصوت ما جاش كما هو. جينا حنا عوضت انا منطيت الصوت ديال اخر مع الاخر، الحمد لله جا مع الريتم ديال عدلنا. هو قبل اصلا صاحبي قبل ما يقول لي يعني غني، والله ما كان بالي غني لما بدا، هو قال لي بدا خرج سنه لما بدا، هيداك جات صافي. بقى عندي فيديو شي شهرين وعندي في التليفون، ما منطيته ما والو، بقى عندي. كانت هارس التليفون ماشي تليفون اخر، جبرت انا عاد منطيته هيدا ونزلت. ما في بالي راه غادي سبارطاج على الفوال، نزلته في الحمد لله في انستغرام وفي تيك توك. وفي تيك توك الحمد لله وصل لواحد 1.5 مليون قول في سيمانه. والانستغرام هو بقى طالع وماشي، هيداك عاوتاني في الفيسبوك هيداك، والحمد لله يعني ربي جا فاتيز. هي جات بدنوا يعني، حنا ما تليفون صاحبي ما كانش حتى التليفون ديالي، كنا مضاوين غير فلاشات، صاحبي مضاوي فلاش هنايا وصاحبي مضاوي فلاش هنايا، يعني جا هو جا عفوي والحمد لله، جا داك الشيء خارج من القلب فهمتي، جا بواحد الطريقه عفويه، وهذا الحمد لله كنظن هو السبب اللي خلى الناس يتقبلوا ديك الفيديو هذا. في ليال كتمت سر الهوى بالدجى، لولا شموس الغرر ما لنجم الكأس فيها وهوى مستقيم سيري سعد لأثري. كفكرة ضروري أي واحد كيطمح أنه إن شاء الله يوصل لواحد المرتبة في المستقبل، يعني ماشي حاجة يعني تعجب الناس، هي كانت واحد فكرة، ولكن كنت كنشوفها باقا بعيدة يعني نوعا ما، كنقول يعني أنا خصني نوصل، ولكن أهم حاجة كنت كنقول أنني من وصل لديك الناس ما نوصلش يعني كشي واحد بحال اللي كنشوف دابا، يعني الشهرة ماشي من داك النوع اللي إيجابي 100%، وهي كذلك ماشي النوع اللي سلبي، لكن من خلال ما كيبان لي أنا كنت كنشوف بزاف التفاهات، بزاف الحاجات اللي ما كانوش كيعجبوني، فكنت كنقول إذا كسمت جاب ديك الطريقة فما خصنيش، وإذا كسمت جاب شي طريقة مزيانة واللي عاد يتقبلوني الناس فيها فمرحبا بها. كان خي كبير قال لي واحد فكرة واحد مرة، كان قال لي حيت أنا كنت كنسمع الأغاني بزاف، يعني من أغاني طربية ماشي أغاني الدار، قال لي كنشوفك بحال مقتيجي كنسمع مديح السامع بزاف، شكال وياك ما غادي ت إذا أنا بالضحك قلت له صاحبي راه ما كيبانليش صافي وقيلا غادي. قال لي شوف، قال لي خلي الهدف ديالك ما توصلش نفرد واحد من الأسرة، خلي الهدف ديالك توصل الأسرة كاملة، قال لي خلي مثلا داك الصوت وديك العمل اللي غاتعملوه تكون أسرة جالسة هايدا مع بعضها وكتسمع لك، ماشي غيسمع لك واحد فرد من الأسرة ومخبع. إلا سمعوا مثلا بابا كيسمع عندك أغنية ديالي يقولوا شني كتسمع، قال لي ما خصكش تكون هايدا، قال لي خصك توصل من الأسرة كاملة، يعني يسمعك الأب والأم والجد والجد، قال يسمعوا كاملين بيهم صافي. أنا سبحان الله هادي بحال اللي كانت داك كما نقولوا داك الطرشة طرشني بيها صافي من تما الحمد لله صافي، قلت ما عزيزتي نشوف شي حاجة من غير مديح السامع، وعندي قناعة تامة به وما صافي عندي اكتفاء ذاتي. الشمس العشية أمهل لا تغيب بالله رفقة، هيا اجتم بيا حتى زدتني في القلب شوقا، ترفق عليا إني في المالح قد زدت عشقا، بالوادي المدهب ووجه المالح مثل الثريا، والساقي المؤدب يسقي بالأواني البندقية. مديح السامع بالنسبه لي كان مارسو يعني كهوايه، كشيء يعني كيفرغ عليا ديك الطاقه ديالي، كتجربه كنشوف الناس اللي كيعتمدوه كداخل الفردي بوحديته ما كنظنش يقدر يكون كافي. تجربه كورونا، ملي جات كورونا كما كنشوف تشد كل شيء، يعني بالنسبه للتجمعات بقاو ممنوعين، ومديح السامع علاش شنو هو الاساس ديالو؟ هو المناسبات، الا كان شي فرح كان شي سابع كما مثلا حتى شي جنازه، فملي كانوا ممنوعين التجمعات كانوا ممنوعين حتى مثلا حنا كنقولوا الطلبه مثلا كانوا ممنوعين انهم يحضروا ولا مشاهدين ولا العازف. هنا وقعت الازمه ديالهم، والله العظيم اخي ايوك جبرت واحد عازف متمرس يعني محترف طنجه عندنا هنايا كيبيع تقاشر في سوق برا، مور كورونا جبرتو كيبيع تقاشر يعني ما بقى عنده والو، وفي نفس الوقت داكشي اللي كيدخلوا بواحد الطريقه ما يقدرش ما كيجمعش ولا يخلي شي حاجه مثلا مستقبل، يعني اللي كيدخل كيخرج واللي كيدخل كيخرج. هنايا كنشوف بلي مديح السامع من الاحسن
يكون هو كهوايه كتفرغ الطاقه ديالك فيها، كتمارس بواحد الحب ماشي كخدمه، ويكون عندك شي حاجه اللي هي ابر مديح السمع، تقدر انك تحقق لك داك الاكتفاء المادي ديالك برا عليه. يعني حتى الا بقيتينا بلا مديح السمع، الحمد لله راه كاين واحد الحاجه اللي حنا كنعتمدوها واللي هي الاساس ديال الحياه ديالنا. مديح السمع الا تدخل لك شي حاجه مثلا، تبارك الله، ما دخلش فاتني كتسمع واحد الحاجه كيعجبك، ولكن باش تعتمدوا بوحديتو راه بالنسبه لي كنظن ما يمكنش. بالنسبه لمديح السمع كيكون الحمد لله تعلمنا في الزاويه، بالنسبه لمديح السمع الزاويه هي اللي كتطور من الواحد، هي اللي كتعلمك. بالنسبه للطرف الاندلسي كنت خطنا المعهد لكن ما كملتش، وهذا العام ان شاء الله غنرجع. بالنسبه لمديح السمع فهو التعليم والطريقه اللي كيوصل بها يقدر يكون التعليم ماشي كافي. يعني مثلا عملوا مثلا شي مؤسسه ولا شي مدرسه مديح السمع نعلموا فيه غنوصلوا الناس عاد تتعلم، لكن باش نعطيو هذيك الروحانيه ديال مديح السمع هذه خصها الزاويه، لان الزاويه كتعلمك مديح السمع، وكاستك الطريقه اللي كيفاش تحس بداك مديح السمع، كيفاش يوصل لك. دابا انا قلت نكون جالس النشاط ديالي هو مديح السمع، نكون جالس في الدار على مش حاجه مديح السمع وانجلس وكنسمع وانا بيدي عاوتاني كنحرك راسي وكان فهمتي بحال اليوم كيسمعوا الرب كيشطحوا، انا لا، انا كنسمع مديح السمع وكنحرك راسي وكان من الايقاع، هذاك هو النشاط ديالي. الزاويه هي اللي كتعلمك هادشي، هذا كتغرس فيك الحب ديال مديح السمع، ما كيبقاش عندك مجرد واحد مثلا واحد الماده غتعلمها ولا لا، كيرجع واحد الجزء منك. يعني تينا كترجع الحب ديالك هو مديح السمع، ما كيبقاش الهدف ديالك هو تعلمه، الهدف ديالك هو انه يبقى معك في حياتك كامله. هذا الزاويه هي يعني الطريق الوحيد اللي غادي تقدر توصل لك هذا الاحساس هذا. عرفني يا راحت العقل طرحاني من شفاك طلصقاني، كيف نبقى حياة وانتي مسيا وفيا غزال فاطمة. شو هي كمسابقات؟ مسابقات اللي تتعلق بالانشاد، اللي تتعلق يعني بشي حاجة اللي انا فيها دابا نيت، لكن من الغناء لا. فالغناء انا ما كنظنش يعني شنو بعيد عليه، ما نقدرش نغني. بالنسبه ل كاين مسابقه ديال الاناشيد كنظن كاينين، ان شاء الله اذا كانت فرصه مستقبلا علاش لا نشاركوا شي فيهم. بالعكس نحاولوا نوصلوا عاوتاني الثقافه ديالنا لبلدان اخرين ونعرفوا بمديح السماع، وكنتمنى انها تكون واحد المبادره ديال شي مسابقه ديال الانشاد هنايا. يعني حنا كما كنعرفوا كاينين مسابقات الغناء كنشوفوهم، كنشوفوا مسابقات بزاف، ولكن ديال مديح السمع ولا الاناشيد هنايا في المغرب ما كايناش واقيلا، ولا كاينه ولكن ماشي بديك الصيت اللي كتكون بها مسابقات ديال الغناء. مع العلم انه مثلا في مسابقات الانشاد اللي كاينين في الدول الاخرى بحال الامارات ديال منشد الشارقه شكون اللي كيتفوق فيها؟ العدد المغاربه الفائزين في مسابقه منشد الشارقه هو اكثر عدد المسابقين اللي فازوا بها. فاحنا عندنا واحد التميز، علاش ما نعملوش شي عندنا؟ علاش غنخليو الناس ديالنا تاع يمشيو الامارات عاد يديو مسابقه عاد يرجعوا لهنا؟ يعني مش حاجه ديالنا، يعني داك الشيء اللي غادي يستغلوه هما نستغلو حنا، يعني نستغلو داك الشيء ديالنا. غادي يعني كمبادره كنتمنى ان شاء الله تكون. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. واش نقول هما الرسائل اللي كيجوني؟ يعني الناس كيديروا معك الحمد لله بتيسير بالتوفيق، ملي كتنزل شي فيديو يعني ديك الطريقه اللي كيديروا معك بها، واخا دابا هما ماشي ملزمين انهم يديروا معك ولا يعملوا لك شي حاجه، راه تنزل واحد الحاجه ماشي واجب عليه، يقدر يشوفها يمشي في حاله، ولكن هو كيدعي معك وكيكتب لك وكيحسبك بحال شي واحد قريب ليه. وهذه واحد الحاجه اللي كنفرح ملي كنشوف ملي كتنزل شي فيديو كيصارد شي عاي صغير مثلا كيغني فيه. وهذاك كاين واحد الفيديو كان عندي واحد اوديو صراحه ما عرفتش فين بقى، كنت صورته ولكن تمساح، كان واحد العاي صغير كيغني لما باد وغنى بطريقه سبحان الله مزيونه بزاف. انا كنقول له الا شتيني راه عاود تسرد لي داك الاوديو الله يجازيك بخير. مشات هذاك هو اللي صراحه باقي دابا في بالي، وفرح كان فرح بزاف ملي كنشوف الميساجات ديالو. هو غالبيه هو الدعاء. واخا بالنسبه للقدوة في مديح السمع يعني هو الوالد ديالي بطبيعه الحال، لانه يعني هو اللي علمني، هو اللي بزاف الحاجات، والاستاذ محمد دهدوه امام الزبايك الثاني هنا.
والأستاذ تاع التمساماني بحكم أنه هو أول واحد طالعني معاه هنا المنصات، وهو اللي صراحة كنسمع إلا كانت شي موال بغيت نتعلمو شي حاجة بغيت نتعلمها كنسمعها عن طريق ديال وفنان سامي يوسف. فنان سامي يوسف يعني كنشوف طبيعة الحال كيفاش كيحيي ديك الحفلات ديك التفاعل الجمهور، كنقول إن شاء الله يا ربي رزقنا حتى حنايا نعملو شي نهار شي حاجة ديالنا ويكون ديك التفاعل حتى هو كاين. كنتمنى إن شاء الله ربي يسنى أولا في الدراسة، كنتمنى أنني إن شاء الله نزيد نكمل في الدراسة ديالي. بالنسبة لمديح السامع كنتمنى أنه يا ربي خلينا غير في القبول مع الناس، هذا هو الطب ديالي، لأن علاش إذا بقى إنسان مزيان مع الناس والحمد لله السمعة ديالو مزيانة فهذاك هو النجاح بالنسبة لي. كنتمنى إن شاء الله شي نهار تاينا نكون من ضمن المنشدين اللي كيكونوا جالسين في قصر الملكي وكيحيوا الذكرى ديال مولي النبوي الشريف، الذكرى ديال حسن الثاني رحمه الله. كنتمنى إن شاء الله يكون عندنا لقاء بجلالة الملك إن شاء الله، لماذا؟ نتمنى إن شاء الله. الله 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 يا مولانا، الله 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 محمد رسول الله. الرسالة ديالي إن شاء الله للأمهات والآباء، كنتمنى أنهم يحبوا الأبناء ديالهم في الحاجة اللي هي مفيدة، يعني شي حاجة اللي فحال مثلا المديح والسماع، فحال شي حاجة أخرى من غير المديح والسماع، وخا ما تكونش المديح والسماع تكون شي حاجة مفيدة واللي غادي تفيد الأبناء ديالهم. منا هاد الاهتمام بالتراث ديالهم، الاهتمام بالهوية ديالهم، أنهم يربيوا الأبناء ديالهم على أنهم مغاربة، على أنهم عندهم واحد الهوية ديالهم خاصة بهم، النهار اللي يتلاقاو الناس بها يقول لهم راه حنا ماجيين من بلاد فلان فلاني اللي عندنا هادي واللي عندنا هادي واللي عندنا هادي، وانتم ما عندكمش هادشي اللي عندنا حنايا، حنا عندنا هادي وانتم ما عندكمش شي. هيدا خصهم يتربوا الأبناء، اهتموا بشي حاجة اللي هي مفيدة، حاجة اللي هي غادي تقدر تفيدهم وتزيد بهم القدام، شي حاجة اللي غادي تطورهم وتعملوا معهم مستقبل كما كانوا كيخططوا له، ولا ربي عز وجل يرزقهم بشي حاجة أحسن من اللي كانوا هما كيخططوا له. صافي هذا ما كاين خلي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.